الأوقاف يكون على مستوى الحد من الانتهاكات التي تخص الوقف باعتباره حبوس. هو إذن ورش مفتوح يرمي إلى تأهيل وتهيئة مستودعات الأموات والمقابر بجهة الدار البيضاء ستات. المقابر والأموات من حقهم علينا كجهة أن نعتني بمراقبهم، أن نسيج مقابرهم، أن ننظفها، أن نوفر لها الإنارة المطلوبة، أن نعبد المسالك وندللها أولا تيسيرا لعملية الدفن، وكذلك تسهيلا لعملية الزيارة التي يقوم بها عدد من الوافدين ترحما وقراءة القرآن على أرواح أهلهم وذويهم. حماية المقابر وتأتيت فضاءاتها.